والروافض هم الذين يسمون أنفسهم شيعة، لكن ابن القيم رحمه الله سماهم شيعة إلا أنهم شيعة الشيطان. نعم. وليسوا شيعة لأهل البيت حقيقة، أهل البيت براء منهم، كما أن النصارى الذين يتسمون بالمسيحيين ليسوا مسيحيين حقيقة، بل المسيح بريء منهم. أتظنون أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو إمام الأئمة عندهم يرضى أن يقال له إنك مدبر الكون؟ لا يمكن أن يرضى، ولا يرضى أن يقدم على أبي بكر وعمر، وكيف يرضى وهو بعد أن تم له الأمر وكانت له خلافة؟ كان يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. كيف يمكن أن يقال إن عليا أفضل منهما؟ أليس هذا ما في دخول؟ إذا أغلق الباب ما في دخول. أليس هذا تكذيبا لعلي؟ أجيبه نعم، تكذيب ظاهر لعلي بن أبي طالب الذي هم يرونه إمام الأئمة. ولا يقال إنه الآن مثلا كما يبدون إنه ظلم وأخذت الخلافة منه قهرا وجوازي أبي بكر، وأبو بكر جعلها لعمر، وعثمان جعلها وعمر جعلها شورى ثم صارت لعثمان. يعني نقول لو فرض جدلا أنه أجبر على أن يكون خليفة أبا بكر دونه، فمن الذي أجبره على أن يقول وقد تمت الخلافة له أن يقول إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر؟ من الذي أجبره على هذا؟ إذن فليسوا شيعة لآل البيت. شيعة آل البيت حقيقة هم الذين ينزلونهم منزلتهم حقيقة فيما لهم وعليهم. ولذلك نحن نرى أن لآل البيت المؤمنين منهم حقا زائدا على عامة المؤمنين الذين ليسوا من أهل البيت، وهو محبتهم لقربهم من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما الكافرون منهم فليس لهم كرامة ولا حق، فأبو لهب وهو من آل البيت ليس له حق ولا كرامة، أبو طالب ليس له حق أيضا من جهة الدين والولاية، وإن كان له معروف على النبي عليه الصلاة والسلام يحمد عليه، لكنه والعياذ بالله كافر، مات على الكفر لا شك في هذا. فعلى كل حال وصف ابن القيم رحمه الله للروافض بأنهم شيعة الشيطان وصف مطابق تماما. ولهذا لو سألت واحدا منهم ولو من عوام وفتشت عن قلبه لوجدت في قلبه تعظيم آل البيت أكثر من تعظيم الرسول وتعظيم الله. ولذلك يلجؤون إلى آل البيت عند الشدائد، تجده إذا اشتدت به الأمور ماذا يقول؟ ماذا يقول؟ يقول يا علي، يدعو علي بن أبي طالب. فصار شركه والعياذ بالله أعظم من شرك المشركين، لأن يعني المشركين إذا أصابتهم المصيبة يدعون من؟ دعوا الله المخلصين له الدين. لكن هؤلاء لا، مما يدل على أن ما في قلوبهم من تعظيم آل البيت أشد من تعظيم الله عز وجل. نسأل الله لهم الهداية. نعم.